اللي معاه في مباراه النادي الاهلي وبيراميدز قولا واحدا لا، قولا واحدا لا طبعا، لان انا بدايه شغل 1/9، الماتش ده كان في شهر 8 مظبوط، كان في 8 كان في 8 انا بدايه شغلي بتفق مع كابتن سرورم ثروت سويلم من واحد يعني تسعة. قولا واحدا حضرتك بتقول ان انت لم تعين هو 1/9، انا بدايه شغلي 1/9. طب امال مين اللي عينهم؟ كان في طبعا دكتور عزب أيوة. وكابتن وجيه، بس هم بعد ما هم عينوه بس بلغوني فلان اللي هيتحط في المباراه، لان انا كنت موجود في اللجنه. بس كنت حضرتك تعترض؟ كان ممكن تعترض ساعتها ولا لا؟ ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ انا كنت لسه جاي والماتش ده خلاص محطوط من الاول. تمام، وبدايه يعني حضرتك لم يكن لك دور. لا هم بلغوني عشان ده لا في في فرق ما بين بلغوك كابتن سمير، خلينا نتكلم بس عشان الناس توصل لها الموضوع. لا ما انا قلتها خلاص. حضرتك لو بلغوك انا انا ممكن ابلغك اقول لك ايه يا كابتن سمير، اي بلاغ بقى اي، ولكن لا ان انا اخد رايك دي حاجه ثانيه. هل معلش ولا لا انت عاوز؟ ما انا قلت لك لا لا قولا واحدا بس خلاص، هو ده اللي انا عايز اعرفه. تمام، ودي احنا قلنا من الاول يعني دي، اما طلعت برضه في بعض الناس قلت لهم بوضوح يعني. تمام، ما انت بعتني بس ماشي عشان خاطر، بس انا بحب كابتن سمير اصلي فهتعدي. ماشي كابتن سمير.